المستشفيات عندنا بدرجة كويسة. في مستشفى جديدة بتتبني في مدينة ديمو، دي هتبقى مستشفى عام، هتستوعب حاجة كتيرة جدا. احنا بنتكلم مثلا في مستشفى تكلفتها المبدئية 450 ألف مليون جنيه مصري. 450 مليون جنيه مصري، وبدأ العمل بالفعل في عظيم. المستشفى. خلينا أضيف لك ملف تاني الحقيقة أشهد ليه، معرفش يمكن بحكم الخلفية الأمنية، لكن ضبط الشارع الفيومي وضبط الجريمة، طبعا بنحيي طبعا الشرطة ومديرية الأمن الفيوم، لكن مش عارف يمكن في تجانس أو بحكم بقى الأقدمية بحكم حاجات كتيرة، بس يعني الملاحظ أن هناك حالة من الضبط وفي يعني تراجع لمعدل الجريمة في الشارع الفيومي. ده زي ما حضرتك أشرت، بفضل من الله سبحانه وتعالى. اولا انا بشكر وزاره الداخليه، بشكر السيد وزير الداخليه، حقيقي الناس عندنا هناك في مديريه امن الفيوم عاملين جهد كويس جدا جدا. مش عايز اقول لحضرتك انا اول امبارح كنا في لقاء مع مدير الامن، تقريبا شبه اسبوعي بنلتقي مش تليفون يومي، لا بنلتقي في تنسيق تام الحمد لله تعالى. يهمنا ان الناس تعيش في امن وامان. هم حقيقي داخلين عاملين جهد غير عادي معانا في حملات الازاله، في حملات الاشغالات، في يعني حقيقي فعلا انا بشكرهم، والناس باذله معانا جهد غير عادي بحق الله. تمام.